السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شهيوات مع هند. وصفة اليوم إن شاء الله رائعة وجد مميزة ومن ألد وأروع أنواع الكيك. كيجي هش جدا ولذيذ ما تشبعوش منه. خليكم معايا تكتشفوا المكونات وطريقة التحضير. في الأول غادي ناخدو 250 غرام ديال الجزر، غادي ننقي ونقطعو دوائر، من بعد نوضعو في الميكسور، غادي نزيدو عليه 10 حبات ديال اللوز ما يعادل 10 غرام وثلاثة المعالق كبار ديال الماء. بعد ما طحنت الجزر كيكون الخليط على هذا الشكل، نغطيه ونخليه على جنب. في هذه المرحله كناخذوا 3 البيضات، نزيدوا عليه 150 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس، وكيس من السكر فاني. بالنسبه للبيض فخصو يكون درجه حراره المطبخ، ودابا نطلعو حتى يضاعف لينا الحجم ديالو. في هذه المرحله كنزيدو الزيت 120 مليلتر ما يعادل كاس الى ربع، ونخلطو دائما بالطراب الكهربائي. غادي نضيف مبشور برتقاله، ميتين وخمسين غرام ديال الدقيق اللي سبق لي وغربلته، غنضيفو بشوية بشوية على جوج المراحل. في هاد المرحلة غادي نستعملو الباتور على رقم واحد، وممكن نستعملو التراب اليدوي. في هذه المرحلة غادي نضيف خميرة الحلوى 15 غرام، وبالنسبة للناس اللي عندهم 7 غرام فغادي يستعملوا جوج. دابا ندخلوها ودائما تطراف في سرعة رقم واحد، وفي الأخير غادي نضيفوا الجزر اللي سبق لينا وحضرنا، وفي هذه المرة نستعملوا التراب اليدوي. غادي ناخد مول اللي سبق ليا ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ونفرغ فيه الخليط. غادي ندخلو الفرن اللي سبق ليا وسخنته على درجه حراره 180، غادي نشعل عليه غير من التحت حتى تنفخ لينا الكيكه وتطيب، ومن بعد نشعلو ليه من الفوق باش تحمر. من بعد ما طابت الكيكه كنخرجوها من الفران، كتجي على هذا الشكل. في هذا الوقت غادي نخليوها تبرد مزيان وندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه فغادي نحتاجو 250 غرام ديال الماسكاربون، نضيف عليها 160 غرام ديال السكر غلاسي اولا سكر بودره، غادي نغربلو مزيان. غادي نخلطوهم مع بعض مزيان بالمعلقه حتى نحصلو على كريمه تكون خفيفه ورطبه. كتجي الكريمه على هذا الشكل. ناخذ الطبق اللي غادي نقدمو فيه الكيكه ونديروها فيه من بعد ما بردات مزيان. الأول نقلبوها في طبسيل آخر، في هذه المرحلة نوضعو الكلاصاج من الفوق، نوزعو بالمعلقة غير بشوية.
نحركوا شويه التبسيط باش تهبط لنا الكريمه من جناب. بالنسبه للتزيين فغادي نستعمل حبيبه ديال الشوكولا مختلفه، وممكن تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم في المنزل. نوزعهم هكا في الجناب. كيف ما كتشوفوا كيجي المنظر ديال الكيكه رائع جدا، ومن الداخل رطبه بزاف وهشه، والمذاق اكثر من رائع، فلا بد تجربوها، غادا تعجبكم 100%. وما تنساوش تخليوا لي اللايكات والتعليقات ديالكم، واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، والى فيديو مقبل ان شاء الله.